اللي بيحصل كمان في واحه الفرافره انه في نموذج كده التشكيله هي دي اللي بنتمناها، ان تبقى القوات المسلحه بتعمل مشروع 1.5 مليون فدان، وبجانب شركات مدنيه ومستثمرين مصريين هم كمان شغالين على مزارع شامله متكامله، مش بس ان هو بيزرع حته ارض، لا ده كمان بيعمل مجتمع زراعي متكامل. وده اللي هنشوفه النهارده مع المهندس الشرباجي علي اللي احنا واقفين دلوقتي قدام الخضار اللي هو زرعه لنا في قلب الصحراء. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا مساء الفل يا باشا. عاوز ابدا معاك من الاول خالص. نعم. ازاي خدت قرار انك تيجي على الفرافره وبدات من امتى في المشروع ده؟ احنا خدنا قرار في الفرافره من 2013. خدنا الارض في 2010. جت الثوره، كان في اشتغلنا على استحياء 2011 و12. بدانا سبتمبر 2013. المشروع بتاعنا مشروع زراعي صناعي تجاري متكامل. مشروع لمستقبل اجيال، مش الجيل القادم ولا اللي بعده، ده اجيال لمستقبل مصر. بنعمله اكبر مشروع زراعي على مستوى العالم. طيب عشان بس الناس تبدا تشكك تقول اصل مفيش حاجه بتحصل في الصحراء، اصل مفيش بنا بيحصل في الصحراء، انا عاوزك تقول لنا المساحه بتاعت الشغل اللي انت شغال عليه كام فدان مثلا؟ المساحه الحاليه المشروع المرحله الاولى كانت 3800 فدان، احنا توسعنا وصلنا ل 25000 فدان المرحله الاولى حاليا. 25000 فدان شغال فيهم دلوقتي؟ نعم. شغال فيهم بتزرع، شغال فيهم بتعمل مزارع مواشي، دواجن، شغال فيهم للمستقبل بقى وتخطط. بالفعل احنا زرعنا 100000 نخله لحد الان في خلال السنتين اللي فاتوا دول، نخل برحي وخلاص ومجدول وصقع وسكري. زرعنا حوالي 15000 فدان مانجا، حوالي 4000 كمتر ومشمش وخوخ. كل اصناف الفاكهه انزرعت. المشروع فيه مشروع انتاج داجني، انتاج حيواني، استزراح سمكي. مشروع ما بنشتروش من بره غير الشاي والسكر والزيت فقط هنا عندك. نعم. طيب دلوقتي انا عاوز بس اقف عند نقطه ثانيه، النقطه الخاصه بالشباب لما نقول لهم روحوا استثمروا في الصحراء واستصلحوا الصحراء والزراعه، الناس تقول لك الكلام ده ما بيحصلش. نعم. انا عاوز تقول لهم ازاي بقى انت واصل لاني مرحله دلوقتي في المشروع ده. المرحله دي هو المرحله الاولى ال 25000 فدان، هندوا منها 5000 فدان للشباب. كل شاب 5 فدان وهنبني له البيت. هيدفع 50% من التكلفه، ومجموعه الشركات تشيل 50% من التكلفه. في خلال من هنا لحد 2020 هيكون في 1000 شخص هنا ب 1000 بيت ب 5000 فدان في المرحله الاولى. انتوا مش عارفين انتوا سامعين معايا الصوت ولا لا، بس فكره ان انا واقف في قلب الصحراء في قلب الفرافره ويبقى انا سامع شايف الخضار ده كله وشايف قدام مزرعه مواشي، الصوت ده طالع وسامع صوت مكنه ري، اعتقد مفيش حاجه احسن من كده اي بني ادم يتمناها، ان الارض اللي كانت صحراء بتتعمر دلوقتي. نعم اكيد. المشروع معمول كله بيشتغل بالطاقه الشمسيه، طاقه نظيفه، مفيش استخدام وقود نهائي في المشروع. حتى السيارات هتجينا في سبتمبر 2018 من المانيا بتشتغل بالطاقه الشمسيه، حتى العربيات هتمشي في المشروع هتشتغل بالطاقه الشمسيه. طيب عاوز اقف بقى عند انت عندك كام بير هنا، واشرح لي كل بير بيتعمل ازاي. المرحله الاولى دي فيها 12 بير. جزء منهم بيشتغل بالطاقه الشمسيه والجزء الاخر متدفق ذاتيا. المرحله الثانيه اللي احنا شغالين فيها فيها حوالي تقريبا 40 بير. بنشتغلوا ما فيش حد بيجي عند حاجه، كل المشروع شغال على النت. ازاي بقى اشرح لي؟ الري بالنت، على النت، شبكه ري معموله، شبكه ري معموله مربوطه بكنترول. يعني انت من خلال الموبايل تقدر وانت قاعد في بيتك. ما حدش بيروح عند اي حاجه خالص. كله شغال على النت. تقدر من مصر انت بتشغل الابار وبتشوف درجه حراره الميه والرطوبه والكلام ده كله وانت في مصر. يعني وانت قاعد في مكتبك في مصر مثلا، في القاهره مثلا. نعم. لو انت بره مصر حتى وانت بتشغل مشروعك، تشغل مشروعك وشايف المشروع ايه اللي بيشتغل في المشروع. مشروع ذكي صديق للبيئه. نعم. طيب عاوز ابدا من فكره، هل بدات انتاج بقى 3500 فدان؟ بالفعل المرحله الاولى 3000 بداوا انتاج بالفعل. السنه دي كان عندنا بشائر مانجا وخوخ وكمثرى ومشمش وعنب يعني كل اصناف الفاكهه تقريبا بشرت السنه دي ان شاء الله. بتدخلها على السوق المصري ولا بتصدر بره؟ احنا عندنا هنبدا من العام القادم تصدير بره.